اي من لاعبي النادي الاهلي وقت تدريبك للاعبي النادي الاهلي كنت شايف انه قادر على اللعب في اوروبا، قادر على اللعب في افضل الانديه، لاعبين تتذكرهم بشكل جيد على مستوى الاداء الفني؟ Trezeguet está jugando ha jugado en Bélgica, en Inglaterra, en Turquía. Trezeguet es un chico هناك muy تريزيجي humilde, هو muy لعيب كبير trabajador, جدا، هو que يلعب حاليا في تركيا، que هو لديه كثير من العمل والجهد والموهبة التي تستطيع أن يلعب في أماكن كثيرة، وهو لاعب كان لاعب صغير وجيد. وأيضا عبد الله الصعيد كان لاعب مهاري وموهوب جدا وذو جودة عالية، ويستطيع أن يلعب في دوريات كبيرة. وفي أوروبا هناك لاعبين كثيرة، هناك أندية كثيرة يمكن لكثير من لاعبي الأهلي اللاعبين بها، ولكن هناك لحظات نستطيع أن نقول أن ليس لديهم الفرصة أو لم تسنح لهم الفرصة ليلعبوا في أندية كبيرة. ولكن من الأفضل أن أنا أنصح بعض اللاعبين أن يستمروا أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه في النادي الأهلي، وأن يقدموا أفضل أداء، لأن هو نادي كبير. ليس هناك فرق كبير بين الأندية الأوروبية ونادي الأهلي، نادي الأهلي هو نادي وأيقونة كبيرة. لاعب كنت معجب بيه في الدوري المصري وكنت أتمنى ضمه في النادي الأهلي وقت توليك المسؤولية؟ أعتقد أن أيمن حفني في الزمالك كان لعيب كبير جدا في الدوري المصري. هل تعلم أن وليد سليمان هو الموسم الأخير لي مع النادي الأهلي هذا الموسم، قرر الاعتزال نهائيا؟ كلمة توجهها لوليد سليمان، هذا الاسم الكبير في تاريخ النادي الأهلي. وليد سليمان هو لعيب جيد جدا وشخص كويس جدا، وهو واحد من أفضل اللاعبين بالنسبة لي، الأفضل من حيث الأداء والجهد وحب النادي. كان بالنسبة لي بطل كبير يلعب في صف فريقي.